أخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع على قناة فكرة دابور. اليوم نشوفوا مع بعضنا فيديو على الطالب، كذلك نشوفوا كتاش نديروا نبنيوا الحيط على البوترة، ونشوفوا كذلك كتاش نبنيوا الحيط على البوطو. الحاجة هذه لازم دائما نركزوا معاها ونتولهوا لها، خاصة لما يكون السواري هذا مولا البوطوات فيهم جهة ب30 وجهة ب40. نشوفوا هنا مع بعضنا. هنا في البوطو لما في جهة الثلاثين، هذه جهة الثلاثين تاعو، جهة الثلاثين تاعو نبنيو عليه، لكن في جهة الربعين، جهة الربعين هذه لازم نديرو نتبعو البوترة. العشرة سنتيم هذيك اللي تبقى هنا، احنا لما ندير ونتبع البوترة راح تقعد 10 سنتيم. هذيك من بعد لما احنا نبنيو الحيط هذا هنا راح تولي 10 سنتيم تابعة للحيط، يعني تولي 10 سنتيم هذه اللي بقات هنا في البوط تولي تابعة للحيط هذا. هذا فيما يخص لونتوراج. فيما يخص القسيمة تاع الداخل، شوف هنا كيما هنا عندنا مثال، هذا نقدروا نبنيو هنا على البوطو على الجهة هذه، ونقدروا نبنيو على البوترة على الجهة هذه، ونقدروا نبنيو على البوطو على الجهة هذه. هنا في وسط الدار لازم دائما نديروا نتبعوا البلان، كيما احنا حاطين لنا الحيط ها وين يجي، يجي هنا في شط البوطو هذا ويقفل مع البلافون، يعني يجي ورا البوترة، يعني ما يجي في البوترة في الجهة من، ما يجي في الجهة اللي من هنا، يجي هنا في جهة البوطو هذه، يجي وراها، يجي قافل في جنبها، يجي قافل هنا في جنب البوترة هذه، يعني البوترة كاملة راح تولي تابعة هنا للشمبرة هذه لداخل. نزيدو نشوفو مثال خلاف. عندنا القسيمة هذه ثاني هنا، القسيمة هذه هنا يعني نجمو نديروه من في البوترة من، ونجمو نديروه في البوترة من هي، يعني يصلح من ومن. هنا ثاني لازم نديرو نتبعو البلان وش يقول. وهذا مكان، نتمنى تستفادوا من الفيديو، ونتلاقاو في الفيديوهات جايين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.